يبدو أن الحراك السياسي لإكمال الكابينة الوزارية والذي تقوده قيادات سياسية في المحررة والمحافظات التي تشهد احتجاجات شعبية بدأ يطغى على حراك مماثل لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، والتي كان من المقرر إجراؤها في 22 من كانون الأول الحالي بسبب ما أشيع حول استياء سياسي عام من التزوير والتلاعب بالأصوات، والذي حصل في الانتخابات النيابية التي أجريت في 12 من أيار الماضي وسط مخاوف من تكرارها، لكن هذه المرة بشكل أكبر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تكرار عملية التزوير في محطات الاقتراع في ظل نسبة المشاركة التي لم تتخطى عتبة 20%. الاعتقاد السائد لدى قادة الكتل سوف تنخفض المشاركة فيها إلى 5%. مجلس النواب من جهته صوت على إنهاء تجميد عمل المفوضية المستقلة للانتخابات وإصدار قرار بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي كثيرا ما أشار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أن صراع مجالس المحافظات وقلة الخبرة وراء تعطل نقل صلاحيات الوزارات إليها. وكانت الحكومة الاتحادية شرعت في نيسان 2015 إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بعد إقرار قانون المحافظات بالرقم 21 لسنة 2008، وقررت إقامة سلسلة من الاجتماعات لنقل تلك الصلاحيات والتي شملت 8 وزارات خدمية مهمة إلى المحافظات العراقية. هذه وغيرها سنناقشها في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر شاشة قناة الفلوجة. قبل هذا وذاك نتابع التقرير الآتي الذي يلقي لنا جانب من الضوء حول الصراع الكابينة الوزارية والذي انتقل إلى مجالس المحافظات، ثم نعود لنتابع معا. كالنار في الهشيم اتسعت دائرة الخلافات بين تحالفي البناء والإصلاح، فمن صراع في البرلمان حول الكتلة الأكبر إلى خلافات على الحقائب الشاغرة، لتصل أخيرا إلى مجلس محافظة بغداد وتحديدا على منصب المحافظ. فبعد انتخاب مرشح الإصلاح فاضل الشويلي محافظا لبغداد، رفض تحالف البناء هذه الانتخابات واعتبرها غير قانونية، فقد أكد ائتلاف دولة القانون أنه سيطعن فيها مرشحا فلاح الجزائري لمنصب المحافظ على اعتبار أن المنصب استحقاقه الانتخابي، حيث أن المحافظ عطوان العطواني الذي فاز بعضوية البرلمان هو من دولة القانون. ولا تقف الاعتراضات عند هذه العتبة، فالعطواني لم يقدم استقالته من منصب المحافظ بعد، وبالتالي لا يمكن انتخاب محافظ جديد، كما يؤكد البناء أن تيار الإصلاح عقد الجلسة بدون رئيس المجلس وبدون نائبه وبدون جهة محايدة، وبالتالي فإن جلسة انتخاب الشوالي غير قانونية، مبينا أن العطواني لم يؤدي اليمين الدستورية بعد وما زال محافظا لبغداد كونه يحمل المرسوم الجمهوري. وعلى ما يبدو فإن الخلاف في مجالس المحافظات لم يبدأ في بغداد، فقد سبقه في البصرة خلاف آخر تبادل فيه الطرفان الأدوار، حيث أعلن رئيس مجلس المحافظة وليد قيطان فتح باب الترشيح لمنصب محافظ البصرة، فيما يؤكد محافظ البصرة أسعد العيداني بقاءه في منصبه على الرغم من فوزه بعضوية البرلمان. هذه الخلافات وغيرها تطرح التساؤل عن المدى الذي ستصل إليه الخلافات السياسية بعد أن وصلت إلى المجالس الخدمية التي تركت واجباتها الخدمية المحلية وانشغلت بصراعات السياسة المركزية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر شاشة قناة الفلوجة لصراع الكابينة الذي انسحب إلى مجالس المحافظات. نرحب بضيوفنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة حسب الأبجدية حمزة مصطفى المحلل السياسي، كذلك عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية، وهاشم الحسناوي عضو مكتب العلاقات السياسية في تيار الحكمة. أهلا بالجميع. نبدأ معك سيد حمزة مصطفى، نرحب بك مرة أخرى وننطلق إلى مرشح الإصلاح السيد فاضل الشوالي محافظ لبغداد، يعني ذلك الترشيح الذي رفضه تحالف البناء واعتبر الانتخابات غير قانونية. هل الصراع على الكابينة انسحب إلى مجالس المحافظات في بغداد وربما واسط والبصرة كذلك؟ نعم، شكرا جزيلا لك سؤدة ولمشاهدي الفلوجة والضيوف الكرام الدكتور عدنان السراج والأستاذ هاشم. الحقيقة نعم، الصراع مستمر، ليس هذا المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الصراع، سواء كان على مستوى المناصب الاتحادية أو على مستوى المناصب الخدمية المجالس المحافظات وغيرها. كثير من الأحيان
يحصل مثل هذا الأمر يطعن في المحافظ أو مجلس المحافظة ويذهب الطعن إلى المحكمة الإدارية ويرد الطعن أو لا يرد، وهذه طبعا سياقات دستورية وهي بالتأكيد سياقات محترمة. لكن الآن تذكرت بغداد والبصرة وواسط، اللي حصل بواسط أعتقد مر بطريقة طبيعية ولا يوجد إشكال، لكن في البصرة وبغداد كلا المحافظين عضوان في مجلس النواب. أولا أسأل لماذا لم يؤدي اليمين الدستورية كعضوين، سواء كان السيد العطواني أو الشيخ أسعد العيداني، وهل مثلا المحافظ هو من يقرر بقائه في منصبه كمحافظ أو يردد اليمين القانونية أو الدستورية حسب المزاج، أم هناك مدة قانونية لمن يفوز في مجلس النواب وعليه أن يحسم أمره بين أن يستمر كتنفيذي وهذا القرار يتعلق بمجلس المحافظة، أو يؤدي اليمين الدستورية كعضو مجلس النواب وبالتالي يتاح لمجلس المحافظة أن يرشح محافظ بديل. بغداد الإشكالية موجودة منذ يومين أن العطواني هو عضو مجلس النواب ولكن لا يزال محافظ، ومجلس المحافظة انتخب بديله فاضل الشويلي من الإصلاح من التيار الصدري، ولكن اليوم مثلا الشخص الذي ترأس الجلسة طلع بعد 3 سنين من عمله في مجلس المحافظة مشمول بإجراءات المسالة والعدالة. هذه طبعا قصة أخرى، عندما شخص يعني دائما تحت الطاولة عليه ملفات أو عليه أمور معينة تظهر عندما يجري اختباره في قضية معينة عندها يبتز في هذه المسألة أو تلك. هذه طبعا هذه مسائل لا تؤسس حقيقة لمؤسسات دولة، يعني مجالس المحافظات والمحافظات هي لأغراض خدمية وليست لأغراض سياسية. المنصب سواء كان تسلمه من البناء أو الإصلاح أو التيار الصدري أو دولة القانون أو الحكمة أو النصر، ما الذي يستفيد منه الناس؟ الناس يريدون في الأمطار مثلا، كل الناس من كل الطبقات يريدون المجاري يعني سالكة، يريدون طبعاً أن لا يتأثر بيوتهم بالأمطار التفاصيل المتعلقة بأداء المنصب سيد حمزة. نعم بالتأكيد، طبعا هذه التفاصيل المتعلقة بأداء الحكومات المحلية خلال الفترة الماضية يعني وتجاوز تلك يعني المجالس المدد القانونية كذلك الدستورية سنقف عندها بالتأكيد، وحتى انتخابات يعني مجالس المحافظات ونفصل فيها ما تمكنا من ذلك. لابد أن نستأنس أيضا برأي الضيوف الكرام، السيد عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أهلا بك مرة أخرى يعني سيد عدنان. إذن يعني هل هذا مؤشر ما حصل في بغداد العاصمة تحديدا، الحكومة المحلية لبغداد العاصمة، مؤشر انفراج أو ربما مؤشر قلق بأن الكابينة لم تصل إلى الحسم أو وصلت ربما؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك العزيزين والمشاهديك الكرام. يعني هذا ملازمة تشكيل الحكومة بمسألة مجالس المحافظات أو المحافظ فعلا بدأت تطفح وتبدأ واضحة على السطح بشكل جلي هذه الأيام. يعني بعد أن كنا نسمع بأن الجميع قد بدأوا يتحاورون من أجل أن يرشحوا التكنوقراط والمستقلين وليس لديهم أي تدخل في تعيين الكابينة، اليوم مسألة الخلافات على 8 حقائب وزارية شهدت صراعا عنيفا وواضحا وكسر إرادات ولوي أذرع، وهم يقولون ليس ذلك، ولكن مع كل الذي يحدث بالتأكيد لا زالت القضية عالقة، مع هناك مؤشرات بأنه تم التوصل من أجل ترضيات حفظ ماء وجه وحفظ يعني كرامات على حساب المواطن. أحلى كلمة قالها السيد عادل عبد المهدي حقيقة، قال يعني أمن المواطن أهم من أمن المسؤول. أنا أقول اليوم كرامة المواطن وحفظ وجه المواطن أفضل من حفظ كرامة المسؤول الذي لم يتبوأ لحد هذه الدقيقة أي منصب، مجرد ترشيح، نريد أن نحفظ وجهه على حساب حفظ وجه أو هدر وجه المواطن. هذه مع الأسف معادلات بدأت تظهر من جديد لأسباب معينة محدودة جدا. اليوم القفز على الدستور في مسألة تعيين الكابينة والكتلة الأكبر
بدأ واضحا. خلينا نقولها بكل صراحة، أين الكتلة الأكبر؟ هذا السؤال الأكبر. أين الدستور في تنفيذ الكتلة الأكبر ومرشحها أن يكون هو رئيس الوزراء؟ الاتفاق بين وما يتعلق أيضا سيد عدنان ما يتعلق بالمدد القانونية والدستورية، يعني هل أيضا فعلا يعني الجلسة لم تكن لا قانونية ولا دستورية، جلسة يعني مجلس محافظة بغداد لانتخاب المحافظ الجديد السيد الشوالي؟ يعني وماذا أيضا عن الأنباء التي ترددت عن انتشار مسلحين حول مبنى مجلس محافظة بغداد خلال جلسة انتخاب المحافظ؟ ماذا أيضا عن 90 يوما منحت لي يعني من تم انتخابهم كنواب في مجلس النواب وهم محافظين في الوقت نفسه ولم يؤدوا اليمين الدستوري؟ حقيقة الكثير يعني من علامات الاستفهام تدور حول يعني هذه النقاط. نعم، هذه التناقضات موجودة وتكون يعني دائما هي السمة البارزة في مسائل تتعلق بانتخاب المحافظ أو الانتخابات الأخرى. ولكن السؤال الأكبر، كل ما تتفضلين به يمكن أن يكون موجود، يمكن أن تكون جلسة قانونية غير قانونية. لو احتكمنا للقانون والدستور تصبح الأمور طبيعية جدا. أي تصرف أي تحرك لأي جهة سياسية أو في داخل مجلس المحافظات يركن إلى الدستور والمحاكم لحل هذه الإشكالات. ولكن الواقع الحقيقي، أين مجالس المحافظات؟ الانتخابات مددت خلاف القانون، يعني كيف يمكن أن نؤجل انتخابات مجالس المحافظات إلى الشهر 12 والآن شهر 12 ليس هناك مؤشرات لإجراءها؟ هذا بالدستور العراقي ليس هناك مجال لأن يكون استثناءات في تأجيل مجالس المحافظات. أين انتخابات المجالس المحلية؟ لحد هذه الدقيقة من 2003 إلى حد هذه الدقيقة الدستور العراقي يقول انتخابات المجالس المحافظات والمحلية بالأقضية والنواحي، هذه أصلا مغيبة لا ليس لها أي أثر. يعني عندنا هذه الانتخابات كيفية يعني تحددها الكتل السياسية ويقررون المحافظة. الآن هذا حتى المحافظين الذين ينتخبوا في التقدير أنهم هم لوقت معين، يعني عندما تبدأ الانتخابات القادمة لمجالس المحافظة بالتالي سيكون هناك مجلس جديد، سيكون هناك اسماء جديده، سيكون هناك ترشيحات جديده للمحافظ. على هذا الاساس اقول هذا الصراع لمن؟ وعلى اساس لمن يمكن ان يقال بان هناك تشخيص المحافظ وهذا الجدل العقيم الذي يجري داخل الكتل السياسيه؟ اذا وراء هذه الامور بالتاكيد اكو دوافع سياسيه، بالتاكيد هناك دوافع سياسيه تريد الان ان تبرز يعني امكانياتها وقدراتها، وهذا بالحقها طبعا، ولكن يجب ان يكون ضمن القانون والدستور. اذا فرضنا على القانون والدستور بالتأكيد نحن لا نعلق على شيء إلا نقول هي جزء من فوضى سياسية قد عمت البلد. نعم. طيب سيد هشام الحسناوي عضو مكتب العلاقات السياسية في تيار الحكمة يعني الوطني، أهلا بك من جديد سيد هاشم. عفوا، إذا دوافع سياسية كانت وراء يعني جلسة انتخاب محافظ بغداد العاصمة، يعني أم هو التزام بالمدد القانونية والدستورية؟ ومدى قانونية ودستورية تلك الجلسة؟ ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ست سؤدد ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناتكم الأفاضل. يعني خلينا نعرف أعتقد الوضع السياسي بشكل عام. نعم. أعتقد الأزمة السياسية تسير بعدة خطوط متوازية، منها أزمة تشكيلة الإكمال الكابينة الحكومية، أزمة الموازنة ستدخل على الخط اليوم، أزمة مجالس المحافظات، وهكذا دواليك. لذا نعتقد نحن في الحكمة وفي الإصلاح بشكل عام بأنه هذا الصراع النيسمي على هامش التشكيلة الكابينة الحكومية قد يعقد المشهد كثيرا، وقد يضيف سلسلة من الأزمات وسلسلة من التعقيدات على المشهد السياسي، ولا يقدم شيء ويعضد أو يكبر أو يعني يوسع الفجوة ما بين النظام السياسي وبيئته أي المجتمع العراقي، في وقت نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك حشدا سياسيا من أجل اليوم إعادة الأمل للنظام السياسي وإعادة الارتباط الجمهور والناس والمواطن العراقي بالتجربة السياسية من خلال رسم ملامح للنجاح وملامح للإنجاز على المستوى الخدماتي أو على المستوى السياسي والاقتصادي. هذا بشكل عام. بالعودة إلى حديث على سؤالك في موضوع محافظة بغداد، أولا الجلسة نحن نتكلم عما ألزم مجلس المحافظة نفسه به. الموعد الجلسة حددت من قبل رئيس مجلس المحافظة بأنه فتح باب الترشيح، وتكون هذه الجلسة هي حاسمة لتسمية مرشح. واحد.
ثانيا الجلسة قانونية بناء على عدة أسانيد دستورية ونظام الداخلي لمجلس المحافظة. أولا السيد المحافظ أصبح عضوا في مجلس النواب العراقي بعد أوتوماتيكيا صح القول بعد مصادقة نتائج الانتخابات. فبالتالي اليمين الدستوري هو إشعار بمباشرة السيد النائب بمهامه داخل قبة البرلمان، لكن بالنتيجة النهائية أصبح موقعه شاغرا، وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لا يجوز لعضو مجلس النواب الجمع بين وظيفتين. فبالتالي انتفت حاجة وجوده كمحافظ. طيب، يعني إذا الجلسة كانت قانونية ودستورية والتزاما أيضا بالمدد القانونية والدستورية، هذا ما يتعلق بجلسة مجلس يعني محافظة بغداد. ما يتعلق بالبصرة أيضا؟ في البصرة قد لا يختلف، يعني إرهاصات الأزمة السياسية وارتداداتها قد تصل لأعلى مستويات في البصرة. للأسف البصرة في السنوات الماضية أصبحت نقطة لتصفية الحسابات ونقطة أو منطقة لرفع سقف المطالب بين القوى السياسية، عندما يختلفون في بغداد ويختلفون موقع في البرلمان يصفون حساباتهم في البصرة. موقع تيار الحكمة في تلك يعني الصراعات. سأتكلم عن الحكمة. نعم سأتكلم عن الحكمة. نحن قد يعني القوة السياسية التي تحملنا مسؤولياتنا في البصرة بعد موضوعة الدكتور ماجد النصراوي كانت الأجواء ذاهبة باتجاه أن يكون السيد المحافظ من المستقلين، وقدمنا السيد أسعد العيداني ومرشحا عن الحكمة ولكنه مستقل، وبالتالي ولم نبتزه سياسيا ولم نشرط عليه اشتراطات سياسية، والدليل رشح مع قائمة أخرى مع السيد العبادي وأصبح عضوا في البرلمان. هذه واحد. ثانيا اليوم ما تكلمنا به عن محافظة بغداد وعن السيد عدوان العطواني يسحب على السيد أسعد العيداني، بالنتيجة هو اليوم عضو مجلس نواب، وبالتالي فتح باب الترشيح من قبل رئيس مجلس محافظة البصرة. نحن نتكلم هنا عن موضوعة التوازنات السياسية. قلنا في الحكمة وهذا وجهة نظرنا وأوصلناه للقوى السياسية بأننا نعتقد يجب المحافظة على التوازنات السياسية في مجالس المحافظات حتى لا تزيد المشهد أكثر تعقيدا ولا يشتد الصراع. أي تلاعب بالتوازن السياسي في هذه المرحلة بالذات تحت إطار الأزمة السياسية على مستوى الكابينة الحكومية لا ينتج حلا، بل يعقد المشهد ويعقد الأزمة. فبالتالي اليوم استحقاق محافظ البصرة هو من استحقاق الحكمة، ونحن قدمنا مستقل، واليوم سنقدم أحد أبناء التيار، لكن أن يكون أولا مقبولا بصرة من المجتمع البصري، ويكون من الكفاءة ولديه القدرة أن يقدم الخدمة للناس في محافظة. يعني حتى فقط ننتهي من هذه الجزئية سيد هاشم، يعني ما الذي تعنيه بمستقل لكنه ضمن تيار الحكمة ومقبول لدى أبناء المحافظة حتى نفهمها بشكل أوضح؟ أبدا لا عفوا ما قلت مستقل، قلت من أبناء الحكمة، من تيار الحكمة. نعم نحن اليوم سنصدر رجالنا في محافظة البصرة كما صدرناهم في محافظة واسط، وسمينا الدكتور محمد جميل المياحي، واليوم يشهد له أهلنا في واسط على تحركاته الإيجابية. اليوم سنصدر أحد رجالنا في البصرة ويكون مدعاة لثقة أهلنا في البصرة ويكون مدعاة لثقة القوى السياسية. نعم، يعني من هذه النقطة تحديدا سننطلق يعني لتتمة الحوار مع السيد حمزة. إذن التوازنات السياسية يعني من المفروض أن لا يتم التلاعب بها حتى تلك يعني الموجودة أو التي أمست واقعا في مجالس المحافظات، يعني هذا يعني لا يعد بالخير في الفترة المقبلة، إن كنا سنتحدث عن تمديد عمل تلك المجالس ربما عاما آخر حتى تمسي المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات في موعدها. يعني على صعيد التوازنات السياسية هذا أمر طبيعي، يعني ليس هناك جدل فيه، ولكن ماذا نعني بالتوازنات السياسية؟ يعني نحن مثلا إذا تحدثنا عن بغداد أو البصرة، أوكي موضوع واسط حسم بالفعل بشكل طبيعي، والدكتور محمد المياحي يمارس عمله وهو شخص كفو وجدير، ولكن في البصرة وبغداد كلا المحافظين أصبح عضو مجلس نواب، وبالتالي ماذا يعني التوازن السياسي؟ يعني عضو مجلس محافظة، عضو
أصبح عضو مجلس النواب يجب أن يمارس عمله في مجلس النواب أو يستقيل من مجلس النواب ويعيد ترشيح نفسه إلى المحافظة. يعني مسألة بقاء بكيفه هذه مسألة يعني غير منطقية، لا تخضع للتوازن السياسي، وإنما هي يعني الحكومة انتهت سواء كانت الاتحادية أو المحلية. إذا نقطة الخلاف يعني نهاية هذا الشهر، إذا نقطة الخلاف سيد حمزة إذا نقطة الخلاف أين كانت؟ إن كان يعني التوازن السياسي لا بأس به فيما يتعلق بمجالس المحافظات، إذا ما الإشكالية حقيقة بين دولة القانون أو بين تحالف البناء والإصلاح والإعمار فيما يتعلق بانتخاب المحافظ؟ ربما يعني الصورة أصبحت مرتبكة. يعني فيها جانبان هنا، جانب إجرائي وهو أن المحافظ الفلاني أصبح عضو مجلس النواب يجب أن لا يخلق مشكلة لتياره لقائمته للكتلة التي ينتمي إليها، عليه أن يذبحها على قبلة، إما يستقيل مجلس النواب ويرشح نفسه ثانية كمحافظ أو يمارس عمله ويترك الناس يأخذون طريقهم مجلس المحافظة الموجود ويفتحون الطريق. أما أي كتلة تريد ترشح من هو التابع لها راح يكون مبدأ المنافسة. مجلس المحافظة كل مجلس المحافظة يتكون من عدد من الأعضاء 30 عضو أكثر أقل، وبالتالي الأغلبية هي التي تحكم سواء كان المحافظ من الحكمة أو من التيار أو من أي طرف آخر. المسألة بسيطة لو أردنا أن نحتكم إلى الآليات القانونية والدستورية ولا التوافقات السياسية، ولكن دائما هناك يعني نجد الخلافات على أي شيء، أبسط شيء لازم نخلق له مشكلة، وبالتالي نعقد المشهد كله، يتعقد المشهد من أبسط قضية إلى أعلاها، وصولنا إلى الكابينة الحكومية التي تراوح مكانها الآن بسبب أيضا الخلافات وبسبب العناد السياسي وبسبب الترضيات وبسبب أيضا الأجندات. كل هذه الأمور حاضرة في المشهد العراقي وتجعل مشهد رجراج ومعقد وغير قابل للإصلاح، وهذه مشكلة. يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة فيها انسداد سياسي بحيث يعني ما نعرف المشكلة منين تطلع لنا حتى نعالجها ونعيد تدوير مشاكلنا ونصدرها إلى الأمام باستمرار. طيب سيد عدنان، يعني حقيقة الأزمة فيما يتعلق بالتوازنات السياسية، التوازنات السياسية هل بإمكاننا أن نتفق لا بأس بها يعني إن جرت ضمن سياقات قانونية ودستورية؟ إذا ما سلطنا ذلك أو ألقينا ذلك على يعني جلسة انتخاب السيد الشوالي محافظا لبغداد، أين كانت العقدة بالتحديد؟ العقدة في ملازمة الدستور والقانون والتوافق. التوازنات ليس لها وجود في القاموس السياسي في العراق، ليس هناك توازنات سياسية حقيقية، ليس لدينا يعني حكومة ذات توجهات تستطيع أن توجه التوازنات السياسية باتجاه التأييد المطلق، ليس هناك هذا المعنى. يعني هناك كتل تدعي بنفسها أنها متفقة على شخص واحد ولكنها تختلف في شخص آخر، تختلف في الآليات في نفس الكتلة في نفس القائمة. وجدنا في البناء خلاف، وجدنا في الإصلاح خلاف، شهدنا انسلاخات، شهدنا مغادرة. فإذا التوازنات كيف يمكن أن يسيطر عليها؟ ولكن في نفس الوقت أقول اليوم متلازمة الدستور والقانون والتوافق هو المهم جدا في حل الإشكالات. لا يقول لي واحد عنده معارضة، المعارضة جزء من بناء كامل، ليس لدينا معارضة إلا بالاسم. المعارضة الحقيقية أن تكون معارضة مبنية على أسس توازي تأسيس الدولة، توازي تأسيس الحكومة، مثلما تنشأ الحكومة كمنشأة تنفيذية كمؤسسة تنفيذية تنشأ المعارضة كمؤسسة أيضا ظل التنفيذية، وتستطيع أن تنمو تدريجيا لتتخذ قرار تسمى قرار التوازنات داخل مجلس النواب أو داخل أي محافظة من المحافظات. اليوم أنا عندما تطرح أي قضية معينة في حقيقة يغيب القانون بشكل كامل ويغيب الدستور بشكل كامل، وفي نفس الوقت يغيب أسماء المرشحين بمنجزاتهم. يعني إحنا نسمع أسماء لا منجزات لها إلا الاسم إلا الكتلة، والكتلة بالذات هي بالتالي عندما يرتكب أخطاء تقول أنا لست مسؤولا عن فلان، إنما انتخبته التوازنات. نحن نتكلم عن أسماء ذات سيرة ذات مجزات.
إنجازات لبغداد. بغداد العاصمة لحد هذه الدقيقة لن نسمع من 52 عضو مجلس محافظة أي منجز حقيقي يحقق الإنجازات للمواطن. إذن دور المواطن هنا مغيب. التوازنات إن لن يكون المواطن هو العنصر الرئيسي فيها، هو العنصر الذي يستطيع أن يعطي رأيه سواء كان من خلال إعلام ومجالس أخرى، هذا مغيب. إذا كان أصور اليوم أي صراع دي يصير في داخل مجلس المحافظات صراع سياسي واضح جدا. أنا لا أقول هذا صح وذاك غلط وهذه الإمكانيات غير موجودة. نعم يمكن الاحتكام إلى الدستور والقانون. وبالمناسبة حسب علمنا إحنا كمحللين سياسيين، المحافظ إذا كان عضو مجلس النواب إذا لن يردد القسم أو يقسم على اليمين لا يمكن أن يعتبر نائبا إلا بعد إداء اليمين. هذا معروف يعني هاي الدورات الماضية والسابقة معروف قانونيا يجب أن يردد أو يقسم على اليمين حتى يصبح نائبا. أما في حالة عدم قسم اليمين بمعنى يبقى محافظا دون استقالة. هذه طبعا كمعلومة قانونية أنا لست خبيرا بهذا الموضوع ولكن هذا المتعارف خلال الدورات الماضية. نعم يعني حتى هذه النقطة أيضا يعني أثيرت من قبل سيد عدنان بالنسبة للمحافظين هم ينتظرون الوزارات التي ستمنح لهم، هذا أيضا ما أشيع أخيرا، في حال لم يحصلوا على أي حقيبة وزارية إذا سيتمسكون بمناصبهم كمحافظين في محافظاتهم. بالتأكيد هذا اتفاق سياسي بالتأكيد بالتأكيد لا ينسحب إلا بتوافق سياسي، هو يريد أن يطمئن إلى كتلته وحزبه. قد يكون هذا جزء من عمل إحنا ما نتدخل في هذا العمل، ولكن أيضا هذا يعتبر جزء البقاء، جزء من اتفاق سياسي مع كتلته لحصول أسماء من أجل تكون بديلة عن المحافظ. هكذا واضح بمسألة الصراع الجديد داخل محافظة بغداد. نعم طيب يعني سيد هاشم بالنسبة لمحافظة بغداد، بغداد العاصمة يعني حصة من كانت بما أننا يعني سننطلق أو ربما اتفق أيضا الضيوف الكرام فيما يتعلق بالتوازنات السياسية طبعا ضمن إطار قانوني ودستوري وطبعا ما لم يتم التلاعب بتلك التوازنات. بالنسبة لبغداد العاصمة حصة من يعني المحافظ من حصة الإصلاح والإعمار أم من حصة البناء؟ توضيح فقط إن شاء الله. في تعليق على كلام السيد عدنان السراج أنا أقول يعني القانون والدستور هاي موجود أمامي اليوم أن السيد المحافظ أصبح نائبا استنادا إلى المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والمادة 50 من الدستور أيضا والمادة 19 أيضا اللي تمنع المحافظ أن يجمع بين وظيفتين. فبالتالي بعد ما يعني مصادق نتائج الانتخابات أصبح السيد المحافظ عضوا في وإن لم يؤدي اليمين لا لا هذا ما اعترض انا ذكرت ليس اعتراض عليه هذا غير موضوع احنا نحكيه لا الجمع بين وظيفتين هذا ما له علاقه لا علاقه انه عندما يقسم عند ذاك يصبح نائب لا يمكن ان يكون طبعا سنعود الى هذه الجزئيه لو سمحت السيد عزيز المحافظين استمروا في عملهم. طيب فقط لينتهي السيد هاشم من الفكره يعني لو سمحت السيد عدنان وسنفصل بالتاكيد معك في هذه الجزئيه. يبدو ان كثير من العقد حقيقه تدور فيما يتعلق باداء اليمين او عدم اداء اليمين مع بين وظيفتين. تفضل امضي سيد هاشم تفضل. لا جيد استاذ عدنان عزيزي انا اتحدث عن الماده 50 اللي يعني تنص بانه السيد المحافظ او بعد نتائج مصادقه على نتائج الانتخابات يصبح المواطن او الشخص المرشح هو عضوا في مجلس النواب والماده 14 ايضا من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. اما قضيه اليمين الدستوريه هي ايذانا واشعارا بمباشره السيد النائب او الشخص الذي يؤدي اليمين الدستوري بممارسه مهامه داخل قبه البرلمان. هذا عنوان رئيسي وبالامكان العوده الى هذه المواد القانونيه الحديث عنها. طيب. بالعودة إلى سؤال جنابكم المتعلق بالتوازنات يعني الكل يعلم بأن الاستحقاق تفضل سيد هاشم الكل يعلم بأنه الاستحقاق الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات الماضية أفرزت بأنه الأخوة في التيار الصدري هم الكتلة تقريبا التي حازت على أكبر عدد وهم من كانوا من حصتهم المحافظة بغداد وكان مرشحهم وكان السيد المحافظ علي التميمي. لكن وعلى أساسها تم تشكيل المشهد في الحكومة المحلية أن يكون السيد رياض العضاض رئيس مجلس محافظة والسيد المحافظ علي التميمي وهكذا دوا نزولا على بقية المواقع التنفيذية في
الحكومة المحلية. ما حدث في قضية التقاطع الذي حصل ما بين السيد التميمي ومجلس المحافظة آنذاك، وقضية استجوابه وسحب الثقة والعلاقة المتشنجة التي حدثت آنذاك بين الأخوة في دولة القانون والتيار الصدري، نتج عنها سحب الثقة عن السيد التميمي وتسمية السيد عطوان العطواني محافظا لبغداد. اليوم عندما تزول كل هذه المؤثرات ونعود، علينا أن نعود إلى الأصل، لا نعود على الحالة الطارئة التي كان بها السيد عطوان العطواني محافظا لبغداد. فبالتالي عندما نعود على التوازنات والاستحقاقات تكون محافظة بغداد من حصة الأخوة في التيار الصدري. وهذا ما حدث بالفعل. اليوم كان هناك تحالفا ما بين الأخوة في التيار الصدري ونحن في الحكمة وبعض القوى السياسية، تشكل ما يقارب 31 عضو مجلس محافظة، وتم التصويت بالأغلبية على انتخاب السيد الشويلي محافظا لبغداد. طيب سيد حمزة، إلى أي مدى ذلك سيؤثر على أداء مجالس المحافظات خلال يعني الفترة القليلة المتبقية؟ إن كنا نتحدث عن عام، ما الذي من الممكن أن تحدثه تلك الصراعات أو الخلافات أو حتى التلاعب بتوازنات السياسية لتلك المحافظات على تقديم خدمة يعني للمواطن؟ يعني السؤال هو ايش سوت مجالس المحافظات خلال 15 سنة الماضية حتى مش ممكن تسوي خلال الأشهر القادمة؟ أنا لا أريد أن أعمم، ولكن الغالب الأعم في الحقيقة ربما 80% إذا مو أكثر، ما أعرف إذا الإخوة يأيدوني، أنه عمل مجالس المحافظات فاشل. عندما كانت الموازنات انفجارية قبل انخفاض أسعار النفط، كانت بعض المحافظات تعيد نهاية السنة الموازنات اللي منحت لها لأنها لم تستطع تنفيذ المشاريع، تعيدها إلى الحكومة المركزية. كان هناك نوعان من الموازنات، موازنات طبيعية التي تمنح، وأيضا مجالس تنمية الأقاليم أو شيء من هذا القبيل، وهي موازنات ضخمة ممكن أن تبني مدن ومناطق بالكامل من حيث كل النواحي الخدميه، سواء كانت ما يتعلق طبعا بعمل مجالس المحافظات. هناك عمل طبعا يتعلق بالحكومه الاتحاديه ووزارات كبنى تحتيه، ولكن عمل مجالس المحافظات الخدمي منحت اموال طائله خلال فتره ما قبل انخفاض اسعار النفط ولم تعمل شيء. هناك استثناءات طبعا. لا طيب يعني هو لا أريد أن هو من وراء من يعني أبخس الناس أشياء، ولكن بشكل عام طيب هو من وراء من يعني نقل الصلاحيات أو منح مجالس المحافظات صلاحيات أكبر؟ يعني تعطل هذه النقطة كان وراء تأخر تقديم خدمات بشكل أفضل للمواطن، أم يعني هناك سبب آخر؟ اولا موضوع نقل الصلاحيات طبعا جزء من المشكله الحقيقه، لانه بعض الوزارات لم توافق على نقل الصلاحيات الى المحافظات، وهذا طبعا خلل دستوري وقانوني، لان هناك ماده قانونيه، قانون صدر، قانون رقم 12 يمكن اكد على نقل الصلاحيات الى المحافظات، ولكن الصلاحيات الممنوحه للمحافظات لم تكن قليلة أيضا. يعني أنا قلت هناك أموال انفجارية، المحافظة اللي ترجع نص الميزانية نهاية السنة ما تقدر تسوي مشروع. هذا شلون يعني شنو نصفها؟ نصف أنه هذا المجلس أو القيادة المحلية غير كفؤة وغير مؤهلة، وربما هي أيضا جزء من ما سميناه التوازنات السياسية. يعني هي متكئة على كتل، على قوى سياسية، وبالتالي يتصرفون كسياسيين وليس كخدميين. والمفارقة أنه أعضاء مجلس النواب اللي هو مهمتهم التشريع والرقابة بدأوا يتصرفون كما لو كانوا خدميين في المحافظات. عضو مجلس نواب يشيل يعني معاملات الناس ويروح يفطر بالوزارات، وهي مو مهمته. لو كان هناك مجلس محافظة حقيقي ما كان اضطر عضو مجلس النواب ان يمارس هذا الدور. عاد ليش سوينا؟ لو نلغي هذا، لو نلغي مجالس المحافظات ونبقى على مجالس النواب، والنائب هو يقوم بكل شيء، يشرع القوانين ويراقب الحكومه، وايضا يعني يمشي اغراض الناس اليوميه والطبيعيه. او نفصل بين الحالتين ونخلي مجالس المحافظات هي اللي تشتغل هذا الشغل. هذه اشكاليه موجوده علينا ان نعترف بها منذ 2003 الى اليوم. لم تتمكن مجالس المحافظات من العمل، سواء منحت صلاحيات
أو لم تمنح. نعم، ربما أيضا كان لديك ما يعني توضحه سيد عدنان فيما يتعلق بأداء اليمين أو عدم أداء اليمين الدستورية للنواب، وهم يعني ما زالوا حتى هذه اللحظة محافظين ويديرون محافظاتهم. وربما تطرق يعني السيد هاشم إلى المادة 14، المادة 50، المادة 19 من الدستور العراقي. يعني ألا يمكن للدائرة ربما النيابية في مجلس النواب يعني أن تفصل في هذه القضية من خلال يعني الإشارة إلى النواب الذين تمكنوا من أداء اليمين وهم حاليا يؤدون مهامهم تحت القبلة في محافظاتهم؟ تفضل. يعني من الناحية القانونية لست خبيرا بالقانون، ولكن نحن نتابع من خلال التشكيلات التي حصلت منذ 2003 ليومك هذا، هذا كان متعارف به. اليوم عندنا 25 نائب لن يؤدوا الأداء اليمين، وبالتالي هم لا يمارسون عملهم داخل مجلس النواب، لا امتيازات ولا رواتب ولا هم يحزنون ولا صلاحيات ولا كل شيء. ثانيا، كل هؤلاء الذين لن يؤدوا اليمين لا زالوا يمارسون أعمالهم، يوقعون على كتب إدارة ومالية وغيرها، يعني بحالة راح يمكن نحيلهم كلهم إلى القضاء لأنه مارسوا أعمال هم يعتبرون حسب القانون، حسب ما يتفضل به السيد، أنهم محالون، يعني يمكن يكون نواب وليس محافظين. يعني هاي إشكالية قانونية واضحة، أنا لا أجزم أنه هاي المسألة صحيحة أو مو صحيحة، لكن هذه الأمور حدثت سابقا. ربما هي حتى ربما حتى ستكون يعني مثار أزمة يعني مقبلة سيد عدنان. هذا طبعا إذا ما سلمنا بإلغاء ربما قرارات اتخذها محافظ سابق. فعلا يعني هذه تفتح لنا ابواب كما فتحت ابواب المساجلات بين السيد عادل عبد المهدي والسيد حيدر العبادي عندما صوت مجلس النواب على الغاء قرارات مهمه اصدرها السيد حيدر العبادي من الشهر السابع لهذه السنه، اعتبرها قرارات غير صحيحه وبما فيها القرارات التي اتخذت بحق البصره، واليوم اكو تراجعات واكو تشنجات بالساحه. هذه ما تفيد المواطن ولا تفيد يعني العمليه السياسيه اطلاقا. انا اقول اليوم علينا أن نفتش عن المنجز يا أختي العزيزة. اليوم عندما يتكلم السيد حمزة عن مسألة يعني مجالس المحافظات وكذا، أنا كنت مدير عام في وزارة من الوزارات العراقية، صدقيني في سنة 2012 وكان القرار أن تتم نقل الصلاحيات بال 2012، لن تستطع الوزارات أن تتقبل نقل الصلاحيات إلا 3 وزارات. في سنة 14 7 وزارات فقط وافقت على نقل الصلاحيات من مجموع 32 وزارة. أي بمعنى يريدون عدم تحمل المسؤوليه، ولكن يتكلمون بالعنوان السياسي بانهم يريدون تقديم منجز للمحافظ ويقولون المركز هو الذي يعني منع تحويل هذا. هذه حقائق موجوده. اليوم مجالس المحافظات غير مهيئه لاداء واجب كامل، علينا تاهيلها تاهيلا كاملا. هاي من تجي؟ تجي من خلال اتفاق الكتل السياسيه، تجي من خلال اختيار الاشخاص القادرين فعلا على خدمه، اختيار المحافظين اللي يقدمون خدمات على مستوى جيد. هذه الامور كلها. نعم سيد عدنان معك، تفضل امضي. نعم، هذه الامور جميعا يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار. احنا مو عندنا مساله نريد ننضم الى تلك الجهه او تلك الجهه، هم كلهم عراقيين وهذا امر واقع، سياسيين، كتل، توازنات موجوده، ولكن نحن نفتش على الاصلح. احنا نريد بالنتيجه تكون خدمه. هاي التناقضات، هاي الخلافات، هاي التجاوز على القانون دون الفهم، بالتالي ستخلق ارباكا واضحا في الخدمات، ارباكا واضحا عند المواطن، راح تصير عدم ثقة المواطن بالحكومة. أنا ما أجي أفصل الأمور بهذه الطريقة، أفصل الأمور ضمن معايير، هذه المعايير مؤسساتية، بحيث الإنسان عندما يرشح إنساني شخصيا، مع احترامي للسيد فاضل شويري، مع احترامي لكل المحافظين اللي صعدوا، أنا خلي أسأل عن امتيازاته، خلي أسأل هذا السوى، خلي أسأل عن سيرته، خلي يقدموا للشعب هذا عنده إمكانيات هائلة، عنده شهادات، عنده اختصاصات، عنده عمل، يوعد الناس. احنا وياه، احنا ما عندنا مشكلة ويا اي كتله من الكتل، انما عندنا مشكله ويا طريقه التعيين، طريقه التوافقات، طريقه التوازنات، كلها تشنجات، كلها خلافات. مع الاسف محافظه بغداد ما صارت الى حد هذه الدقيقه خلافات مستعصيه، اعضاء مجالس المحافظات احدهما لا يتكلم مع الاخر، خصومات ومشاكل بيناتهم، وايضا داخل مجلس المحافظه تلقين دائما الخصومات موجوده، هذا يدفع المواطن يعني ثمن لهذه الخصومات. لذلك انا اقول التوازن بتوافق
دستوري قانوني مهم جدا. نعم. يعني يجب ان يكون توافق، يجب اختيار الاسماء. نعم. والمعايير مؤسساتيه قادره فعلا. نعم. على ان تقدم خدمات والجميع سيدعم ذلك. نعم. الان من فتح السيد عادل عبدالهادي المنطقه الخضراء، اكو واحد قال هذا الاجراء مو صحيح؟ الكل ايدت هذا الاجراء لانه اجراء يخدم المواطن بشكل مباشر. نعم. احنا اليوم نتكلم. طيب. عن هذه المنجزات، لا نتكلم عن صراعات هذا صحيح وذاك مو صحيح. نعم. هذه المساله يجب ان تحسم على مستوى، لابد ان يتم ضمن يعني معايير مؤسساتيه كما تفضلت سيد عدنان. طيب سيد هاشم، من كان وراء من يعني الصراع على مجالس المحافظات، يعني على رئاسه تلك المجالس والعضويه فيها، يعني عدم التلاعب في تحقيق التوازنات السياسية يعني بالمستوى المطلوب، كان وراء تأخر نقل الصلاحيات أم تأخر نقل الصلاحيات كان وراء تفجر تلك الصراعات؟ جيد. يعني بإطار عام أنا أتفق مع حديث الأخوة في موضوع تقييم أداء أعضاء مجلس المحافظة بمبنى عام. نعم هنالك خلل، هنالك إرباك، هنالك تداخل بالمساحات، هنالك تداخل في الصلاحيات، هنالك ضياع في هوية عضو مجلس المحافظة، ما يعني ما يعرف مساحته بوصلته وين. نعم خلينا يعني خلينا نكون واقعيين، ما نريد نرسم صورة وردية. اليوم بغداد، خلينا نسولف عن بغداد العاصمة، تعاني الأمرين على المستوى الخدماتي، حتى على مستوى النظام القانون، نظام المرور، نظام القضاء، غيرها من هذه التفاصيل. على العموم نعم هنالك خلل وهنالك عدم وجود منجز قد يكون واقعي وحقيقي، وإن كانت موجودة ولا تحدث بالعموم، وإن كانت بعض التفصيلات وبعض الجزئيات في عمل بعض مجالس المحافظات يعني ومشكورين على هذه الجهود، لكن بالنتيجة النهائية لا ترتقي بمستوى الطموح ومستوى التطلعات. هذا الحال يعني هذا النقطة، المباني العامة خلينا نتفق عليها. بالنسبة للسؤال، أنا أعتقد بأن بعض القوى السياسية أرادت من مجالس المحافظات أن تجعل منها حديقة خلفية. نعم. للمساومة والاتفاق والخلاف السياسي. نعم. نعم أنت قد أختلف معك في المركز، ولكن أصفي حساباتي في مجلس محافظة أحد المحافظات التي أنا أملك فيها قوة وأملك فيها مساحة أو يعني أو عدد من أعضاء مجلس المحافظة. وهذا أيضا يعني حتى نفصل السياسة أكثر في هذه الجزئية، وهذا أيضا ينسحب على يعني تقديم الخدمات لهذه المنطقة أو تلك. بالتأكيد في بالتأكيد نفس اليوم المحافظة. يعني خلي مثل ما تفضلوا الأخوة وأنا أؤيد، يعني بغداد عاشت صراعات من نتائج انتخابات مجلس المحافظات وصولا لهذه المرحلة. قارني بمستوى الخدمات، هسه ما ادخل بتفاصيل جزئيات صلاحيات وغير صلاحيات. نعم. يعني تداخل. نعم. الصلاحيات ما بين امانه بغداد ومجلس. نعم. المحافظه والوزارات المركزيه، ما نريد ندخل تفصيله، يراد لها حلقه كامله. نعم. لكن اقول على مستوى مجلس المحافظه وصلاحياته في اطراف المحافظه، في اطراف المحافظه ماذا قدموا؟ النتيجه الصراع. يعني عندما كان السيد التميمي لم يستطع ان يكمل نتيجه التقاطع السياسي، واليوم السيد عطوان العطوان ايضا يتحدث عن هذه الجزئية، ولا نعلم ما سيحدث في قادم الأيام. وهذا مثال على كل المحافظات العراقية، إلا استثنى هذه من تلك يعني في بعض الجزئيات. فبالتالي أنا أعتقد اليوم القوى السياسية، بعض القوى أرادت من مجالس المحافظات أن تكون حديقة خلفية للخلاف السياسي وللصراع السياسي. وأنا ذكرت طيب في بداية كلامي. إذن بالتالي ما قيمة هذه المجالس؟ بأن هناك الصراع، ما قيمة هذه المجالس إذا لا هي عامل استقرار ولا هي عامل تقديم خدمات أفضل للمواطن ولا هي عامل تصفية حسابات لا أكثر؟ يعني بالتالي شنو قيمة هذه المجالس سيد هاشم؟ لا ست سعدت يعني هذا كلام نتقييم آني عندما أو بس يعني إذا أريد نتكلم عن نظام إدارة الدولة بشكل عام، لا، موضوع مجلس محافظة مهم ومهم جدا، بأنه اليوم نعتقد بأن واحدة من حلول مشاكل العراق هو الابتعاد عن المركزية وتوزيع الصلاحيات، وعلينا الالتزام بهذه الجزئية. اليوم عندما توزع الصلاحيات الحكومات المحلية تكون أقرب للحدث وأقرب لاحتياج المناطق وأعرف بجغرافية المنطقة واحتياجاتها واحتياجات الناس. فبالتالي اليوم لا يمكن الحكومة أن تكون ممسكة بكل شيء. نعم. في المستوى. نعم. الاقتصادي، السياسي، الأمني، الزراعي، واليوم العراق يعاني ويحتاج إلى تنمية، فبالتالي توزيع الصلاحيات وفق القانون أعتقد مهم جدا لحل أزمة العراقية. لكن
السلوك السياسي، عندما أتكلم ننتقد السلوك السياسي، نحتاج أن نرتقي بالسلوك السياسي أولا، وأن يكون هنالك التزام حقيقي بنقل الصلاحيات، وأن يكون هنالك تفعيل حقيقي لأعضاء مجالس المحافظات على المستوى الخدمات. طيب سيد حمزة، يعني توزيع الصلاحيات لحل الأزمة العراقية، طبعا انطلاقا من النظرة إلى مستوى ما يقدم من خدمات، من يعني تقديم المصلحة، مصلحة المواطن في مجالس المحافظات، يعني ربما أيضا أثرنا مع السيد هاشم قضية عامل الاستقرار، يعني إذا لم تكن تلك يعني مجالس المحافظات لا عامل استقرار أمني ولا عامل استقرار اقتصادي ولا عامل يعني تقديم خدمات أفضل للمواطن، ما قيمة تلك المجالس؟ لتكن الصلاحيات بيد المركز ويعني ننتهي من هذه الجزئية، يعني تصفية الخلافات من خلال مجالس المحافظات. المشكلة الرئيسية في مجالس المحافظات التي هي مهمتها خدمية هي مشكلة بطابع سياسي لكونها تمثل كتل، يعني مجلس محافظة بغداد ونحن نتحدث الآن عنه، أو البصرة أو واسط أو البابل أو غيره، كله يمثل الكتل السياسية، قسم يعني يمثلون الأحزاب، هو نفسه كتلة مصغرة عن البرلمان اللي يمثل كتل سياسي، ولكن البرلمان مهمته عندما يمثل الكتل السياسية النائب في البرلمان يمثل 100,000 مواطن عراقي، ومهمته معروفة تشريع ورقابة، وبالتالي دوره واضح ومحدد. مجالس المحافظات موجودة بالدستور طبعا هي، ولكن مهمتها خدمية. موضوع الصلاحيات من عدمها هذا كله يرجع إلى الخلافات السياسية عند مجلس المحافظة، عندما يعني يعكس خلافات داخل مجلس المحافظة على مجاري، على بناء مدارس، على تبليد طرق، لمسائل تتعلق بخلافات كتلوية، يعني خلافات حزبية يعني ينتمي إليها، راح يأثر على المواطن، وهذه سوف تستمر. لا يمكن طالما الصراع السياسي موجود في بغداد وليس لدينا مبدأ موالاة ومعارضة حتى واحد يعرف يشتغل، الحكومة عندما تكون أغلبية تستطيع أن تعمل سواء كانت حكومة اتحادية أو حكومات محلية، وهناك معارضة سواء في البرلمان أو أيضا في مجلس المحافظة، ولكن عندما كلنا في الحكومة وكلنا في المعارضة يبدأ التسقيط والأمور الأخرى، أنا أختلف مع هذا، لا يمكن أن أمشي عمله، عندما يريد أن يحقق إنجاز اعتبر هذا الانجاز راح يحسب إليه، لازم اصطدم به حتى اكسره في الانتخابات القادمه، وهذه المعضله راح تستمر طبعا بالمناسبه، لانه طيب بامكاننا ان نستقرا الوضع واوضاع مجالس المحافظه واحده، راح نستمر بهذا طويل وهذا قصير. هذا طويل وهذا قصير سيد حمزه، يعني هل بامكاننا ان نستقرا مجالس المحافظات، وضع تلك المجالس او حتى يعني صلاحيات تلك المجالس، يعني بشكل أدق الصراع على تلك المجالس، على عضوية تلك المجالس أو على إدارة تلك المجالس حتى إجراء انتخاباتها ربما في نهاية العام المقبل؟ سؤال موجه لي. نعم سيد حمزة. نعم الصراع باقي، ما راح يتغير شيء. مجالس المحافظات كما قلت هي بروفة للبرلمان، عندما يكون لي أنا الحزب الفلاني، الكتلة الفلانية، المكون الفلاني، أيضا إحنا ننسى أيضا المشكلة أيضا بالمكونات المعروفة الطائفية والعرقية أيضا لها حصة في هذا المجال، فهو بروفة لمجلس النواب القادم، وايضا واحد يقدر يعتبر نفسه قد عنده ثقل بالمنطقه، وعندما يريد ان يحقق انجاز في هذه المنطقه، في هذه الحي او ذاك او هذه المنطقه او تلك، لا يتم تحقيق هذا الانجاز ضمن بناء مؤسساتي، او لدينا اشكاليه في نقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات، والجانب الاخر الصراع السياسي هو الذي يطغى وليس عامل الخدمه للمواطن، وبالتالي تبقى الاشكاليه قادمه، نعمل على تحشيد المواطن من اجل ان ينتخبنا، لا لان يقدم له خدمه، وانما لان حتى نتصارع في بيناتنا ككتل سياسيه، ويستمر دوره الصراع، ويستمر المواطن يعاني اذا كان بالصيف او بالشتاء. نعم. طيب سيد عدنان، يعني إذا ما استمر هذا الصراع في مجالس المحافظات أو الصراع حتى على الكابينة، إلى أي مدى ذلك سيؤثر على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات وحتى نسبة المشاركة في تلك الانتخابات؟
اصلا هو مؤثر، يعني مؤثر ولاغيه، اصلا ماكو اي مؤشر على ان ستجري الانتخابات قريبا، اي مؤشر غير واضح. النضج السياسي عند الكتل السياسيه لن يرتقي الى مستوى ان يكونوا بمستوى مسؤوليه دوله. يعني خلينا نقول صراحه، اليوم استبشرنا خيرا انه عادل عبد المهدي يالف حكومه والاحزاب والكتل ما تتدخل في تعييناته. نعم بعض الكتل مارست هذا الدور وسمحت للسيد عادل عبد المهدي، ولكن الخصومه بدأت واضحة. رجعنا في مجلس المحافظات، رجعت نفس القضية، نفس الكتل التي دعمت عادل عبد المهدي في مسائل ترشيحات الوزراء بعناوين غير تابعين أو هو يختارهم، رجعنا بالمحافظات بقوة. الكتل السياسية تريد مرشحيها وتعتبرهم من أولادها ومن جماعتها وهكذا. أنا أقول اليوم بالشكل التالي، هذا النضج السياسي يحتاج إلى شعور بالمسؤولية، إلى احتكام للقانون، إلى الدستور، إلى التفكير بتأسيس مؤسسة حقيقية مجلس المحافظة قادر فعلا على النهوض ببغداد. أسألك بالله، احنا صارنا فترة طويلة العشوائيات في بغداد أكثر من 1,850,000 قطع عشوائية في بغداد. يعني اليوم عندنا مداخل بغداد سيئة، عندنا الفقر، نسبة الفقر في بغداد وصلت 32%، عندنا المستشفيات، عندنا الأمور الأخرى. من 2003 اليوم ما زالت تصنف مع الأسف بغداد كأسوأ مدينة للعيش مع الأسف. نعم، يعني حتى اللحظة تصنف أسوأ مدينة. هاي سياسية، ولكن أنا احنا نتكلم بوضعنا المحلي، احنا بيناتنا عراقيين نتكلم بلغه عراقيه. اليوم انا اقول اذا كانوا هؤلاء قادرين على النهوض ببغداد فعلا، هذا المحافظ اذا فعلا استطاع، انا ما يهمني ذاك الوقت الصراعات السياسيه، ولكن الصراعات السياسيه راح تضعفه، راح تضعف دوره، راح تضعف انتاجاته، راح تضعف التكاتف الموجود. انا اقول اليوم علينا ان نفتش على الاصلح. هسه انا اقول لك اليوم مثلا من رشحه محافظ الكوت، الرجل معروف، يعني معروف على مستوى الاعلام، معروف على مستوى، نتامل به خيرا. مع ذلك اقول بقيه المحافظين انتاجاتهم يجب ان تتوازى مع حجم المسؤوليه. بغداد حجمها كبير، مسؤوليتها كبيره، لا زالت المناطق المحيطه ببغداد من مسؤوليتهم اللي في الحسينيه وفي مناطق اخرى لا زالت متخلفه بشكل كامل. احنا الان نقول هل هؤلاء قادرين على النهوض ببغداد؟ والله نطلع لهم على 20 اصبع مو على 10 أصابع. إيش قد ما يريدون احنا حاضرين؟ نأمل بالتأكيد. المسؤولية كبيرة. خلي يطولنا في التصور. نعم بالتأكيد سيد عدنان، لكن فقط هذا ما يسمح به الوقت. كنا نأمل أن يكون التنافس بالفعل على تقديم خدمة أفضل للمواطن من خلال مجالس المحافظات، لا أن يكون التنافس لتمثيل الكتلة بشكل أفضل في تلك المجالس. إذن حسب الأبجدية حمزة مصطفى المحلل السياسي من بغداد العاصمة، شكرا جزيلا لك. كذلك شكر موصول للسيد عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية من بغداد العاصمة، وهاشم الحسناوي عضو مكتب العلاقات السياسية في تيار الحكمة الوطني، شكرا جزيلا لك. إذن وصلنا إلى ختام هذه التغطية من قناة الفلوجة، تحية لكم في كل مكان ودمتم بحفظ الله.